القوة الثورية المجاهدة تتحرك للاقتصاص من المجرمين. هذا من حق الشعب البحريني في الوقت الذي هو يتحرك بشكل سلمي أن يتمتع بقوة ثورية مجاهدة تتحرك للاقتصاص من المجرمين. وطبعا لن يفلت الظالمون المتورطون في القمع والتعذيب وقتل أبناء البحرين الشرفاء المقاومين من نار غضب الشباب المجاهد الأوفياء للشهداء. إن هذه القوى المقاومة هي محقة في مقاومتها شرعا وقانونا داخليا ودوليا. وطبعا نؤكد معهم في عيد الشهداء أنه لن يضيع دماء الشهداء الأبرار، وأن الحراك الشعبي سيتواصل حتى تحقيق المطالب العادلة للشعب البحريني في تقرير المصير وإسقاط النظام الخليفي الظالم المتحالف مع الكيان الصهيوني، وحق هذا الشعب في إقامة نظام سياسي جديد عادل يكفل الاستقلال للبحرين من يد المستعمرين، ويكفل الحريات العامة وحقوق المواطنين، ويسعى لتحقيق العدل ومشاركة جميع أبناء الوطن في بناء البحرين. فالقوى الثورية هي اليد الضاربة للشعب البحريني لاستعادة حقوقه وكرامته وحريته وشرفه ومواصلة درب الشهداء.